بحد ذاته كرة ملعوبة إلى الأمام في مكان ضياء، بمر ضياء وتسديدة. أوه لون السما، وشوف السما عالي، لون السما. العميد النصراوي يسجل أول هدف المباراة، يفتتح اللقاء عن طريق تسديدة ضياء. ضياء السبع يسجل أول هدف المباراة في شوط المباراة الثاني، في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الثاني. يأتي الحل بقدم ضياء السبع بتسديدة، تسديدة ولا أروع ولا أجمل. لاحظ الهروب الممتاز، عدى توغل عبد الله الصالح، خلاص تسديدة إلى الأمام. العميد النصراوي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. لاحظ التسديدة، يا الله، يكتفي علي الحسني بالمشاهدة، يكتفي علي الحسني. الكرة بتغير اتجاهها، بتغير مسارها بعد ما اصطدت في المدافع عبد الرحمن احمد، وبالتالي هدف مصاب فيه البرتقالي في هذه اللحظات مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. بعدما امتد التعادل السلبي لشوط كامل، هنا كرة ملعوبة من جديد، محاولة، وهنا احتفالية علي الحوسني. يبحثون عن تيغالي، لا غرابة في ذلك، لأن تيغالي الآن شوف القتالية الكبيرة. الله الله يا منديز، الله يا ريان، أمام المرمى تيغالي. العميد يسجل الثاني، العميد يسجل الهدف الثاني ويعلنها. ذاهبون إلى مربع الذهب، ذاهبون إلى السيمي فاينل، ذاهبون لمواجهة الشارقة. هنا بهذا الهدف تيغالي إذن يسجل، كان بديلا لكنه لا يجد بدا وبديلا عن التسجيل. نعم، لهكذا مواقف ولهكذا أسباب هو يتواجد في أرضية الملعب لكي يسجل الأهداف.